في مبادرة هي الأولى من نوعها وبعنوان الخط الجميل، أقامت إدارة الهجرة في مدينة غازي عنتاب معرضاً فنياً لتعريف الشعب التركي بفن الخط العربي ولكسر صورتها النمطية كمؤسسة حكومية رسمية. هدفنا من هذا المعرض مشاركة الفنون التي حضرها السوريون مع الأتراك في ولاية غازي عنتاب، ففن الخط العربي هو قيمة مشتركة بين البلدان الإسلامية، والشعب التركي لديه اهتمام كبير بالخط العربي ويحترم الخطاطين أيضا. المعرض حظي باهتمام كبير من الشعب التركي، حيث لبى دعوة العديد من المسؤولين في غازي عنتاب وخارجها، بالإضافة إلى مؤسسات دولية رحبت أيضاً بهذه الخطوة الفريدة. بأنامل سورية صنعت هذه اللوحات والتي جمعت ما بين الزخرفة والخط العربي لتزين جدران إدارة الهجرة وتضفي جواً فنياً راقياً لم يشهده السوريون في تركيا من قبل. عندما هاجرت إلى هنا يعني إلى تركيا انتسبت معهد جاسميك تابع للبلدية، تعلمت الزخرفة التركية العثمانية، يعني أنا كنت في حلب أزخرف الزخرفة الفاطمية، والحمد لله يعني أنتجنا لوحات يعني أرجو أن تنال أعجاب المشاهدين. بالحب والشغف خطت السيدة حسناء لوحاتها الفنية، فبعد الانتهاء من رسم كل لوحة تضع لها اسم أحد أبنائها أو أحفادها لتخفف بذلك عن نفسها بعضاً من آلام الغربة. بنعمل لها دراسة، بعد ما بنعمل دراسة بنكتب اللوحة، بننتقي الخط اللي بدنا نكتبه يكون خط مناسب لهي، يعني أي كلام بدنا نكتب له مثلاً بناسب خط الثلث أو بناسب خط الديواني، يعني هيك بنعمل دراسة للوحة. إن أقصى ما وصلت إليه في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليه منذ أمد بعيد. بهذه الكلمات عبر بيكاسو عن أهمية الخط العربي، وهو اليوم من جديد يساهم في دمج ثقافة الشعب السوري والتركي معا. وداد باكير، غازي عنتاب، حلب اليوم.